عندك موهبة في أي مجال في الرياضة؟ هل اشتغلت على نفسك كثير ولم تجد فرصتك؟ نفسك في نادي يكتشف موهبتك وينميها؟ الآن انضم الابليكيشن دي تاكت وسوف تكون لاعب في أحسن الأندية وتصل لحلمك وتظهر موهبتك في مجال الرياضة الذي تحبه. ابليكيشن فرنسي مجانية فيه أشهر الأندية التي ستكتشف موهبتك، وكلما تسجل فيديوهات أكثر سيكون تقييمك أعلى وفرصتك ستكون أكبر. بتمارين وتحديات تستطيع عملها بأبسط الأدوات وأيضاً الأندية والإيجنت. تستطيع أن تسجل معنا وتحميل فيديوهات وتمارين للاعبين لاكتشاف مواهبهم، وأيضاً تستطيع أن تحدد لهم اختبارات وتختار الموهبة المناسبة. كل المطلوب منك أن تحمل الأبليكيشن وتسجل عليه وتظهر مواهبك. التحدي كبير وأنت ستكون كبير. أبليكيشن ديتكت، حلمك سيكون حقيقة. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج فكر جديد. والنهاردة موضوع حلقتنا عن أنواع العلاقات السامة، وطبعا برحب بضيفتي علا عاطف. أهلا يا علا، إزيك؟ عمرتين النهاردة. طيب، أنواع العلاقات السامة والشخصيات النرجسية والناس اللي هي الحقودة اللي بتأذي الناس من غير ما تتخيل، الناس المريضة، وهل الناس دي هل فعلا ليهم قدرة على ان هم يسيطروا على الاشخاص العاديين ويكونوا ذو مناصب عالية جدا ويقدروا يسيطروا عليهم؟ طيب، وهل كمان الرجل، هل انا عايزة اتعامل معي ازاي؟ ممكن ان انا اكون ست مطلقة او سيدة متزوجة، ايه الراجل تركيبته ايه؟ يعني اتعامل معاه ازاي؟ هل هم كلهم نفس النوعية؟ هل هم ممكن ان هم يسمعوا لحد ويدمروا نفسهم؟ طبعا كل اللي هيجاوبنا على الاسئلة دي كلها ضيفتي النهاردة منة حجازي. اهلا يا منة. اهلا يا نجلة، منورة. اهلا يا علا، نورتيني يا حبيبتي النهاردة ونورتي المكان كله. ميرسي، بنورك. وبجد يعني مش عارفه اقولك على ايه، على كتاب حياه اللي انت عاملاه، ميرسي، تحفه. انا قريته كله، ميرسي، واستمتعت بيه، وقلت لازم ان احنا نعمل حلقه عشان نفيد الجمهور. أكيد. بكل الحاجات اللي جواه. اكيد. طيب، صديقتي طبعا منة. قبل كل حاجه ميرسي، شرف. منة مرشده سياحيه وكاتبه وباحثه في علم النفس الفسيولوجي والسلوكي والنفسي والشخصيه، وكمان هي مؤلفه كتاب حياه وكتاب سنقولها حضارة، ومباحثة كمان في علم الفلك. ايه كل ده يا منة؟ ده انا مش عارفة اقرا ايه ولا ايه. لا، وكمان مترجمة للغة الانجليزية والايطالية. الله الله على الشياكة والجمال. والفرنسية. يا رب ما كنتش نسيت حاجة بس. طيب، النرجسية والعلاقات السامة، بصي تحسي العنوان اصلا ايه ده؟ انا يعني ايه نرجسي اصلا؟ انا نفسي يعني، او ممكن الساده المشاهدين ما يكونوش يعرفوا يعني ايه اشخاص نرجسيين. وكل حد في حياتنا بيمر بحد بيأذيه، لان في ناس بتبقى نفوسها مش حلوه. كل بنت وكل ست وكل شخص مر بالحاجات دي كلها. اكيد اكيد اكيد. كل الحاجات دي انت اللي هتجاوبيني عليها. في البدايه مرحب بالساده المشاهدين وبيكم طبعا. كتاب حياة بيناقش إيشوز مهمة جدا كل الناس سواء رجالة أو ستات قابلوا النوعيات دي في حياتهم واتعاملوا معاها باختلاف طبقاتها. كتاب حياة بيتكلم عن الباك جراوند الأساسية في التربية، النشأة نفسها الخاصة بالأب والأم، إزاي الأب والأم بيربوا ولادهم. الموضوع فيه سلاح ذو حدين، يا إما دلع زيادة قوي يا إما حرمان زيادة قوي، وفي الحالتين بينشئ طفل غير سوي. تمام. فطبعا النرجسيين هم فئة مش قليلين في المجتمع، فئة كبيرة جدا، وبخاطب وبتكلم عن رجالة وستات. يعني هو يعني النرجسيين دول مش بنكلم
سن معين ولا فئة معينة؟ لا 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 خالص. يعني ممكن يبقى ما شاء الله باش مهندس كبير ودكتور كبير. أيوة. ويبقى برضو بيسمع للناس وبيمشي. أيوة. وراهم. أيوة. مع انه يعني ناضج وكبير وفاهم وواعي. ملهاش علاقة خالص. ملهاش علاقة. لانه هو بيبقى السورس بتاعه في حياته، المصدر الاساسي اللي يثق. أيوة. فيه. أوه. هم المقربين من الدرجه الاولى اللي هم اسرته او عيلته المحدوده الصغيره. فلما بيجي يدخل في علاقات سواء راجل يا جماعه او ست، يعني ست بتدخل في علاقه او راجل بيدخل في علاقه، بيكون كل التركيز ان هو ثقته الاولى والمنبع الرئيسي بالنسبه له هو اسرته فقط، ما بيكونش عنده ثقه في اي حد. بنتكلم في كتاب حياة بنقول ان الأسرة لما بتربي ان بالانس بتعمل توازن في التربية، لا دلع زيادة ولا حرمان زيادة، بحيث ان هو يطلع سوي، ما يطلع بالضبط، يطلع شخص سوي. النارسست النرجسيين هم متقسمين كلاسز فئات كتير قوي، وهم للأسف بيبقوا كل التارجتس بتاعتهم ان هو يسحب الطاقة الإيجابية من الفيكتم، من الضحية بتاعته، ويحوله لشخص فاقد الثقة بنفسه، فاقد الثقة باللي حواليه، ما بيعرفش يتصرف ولا يتعامل. هو بيخرج من العلاقة دي destroyed، متدمر، ما عندوش أي طاقة إنه يتعامل مع حد، لأن هو بيعرف كويس قوي يسيطر عليه ويشدوا ليه كويس قوي ويسحبوا ليه، لأن هم بيعملوا خطط علشان يوقعوا الضحية بتاعتهم اللي هنتكلم فيها بعد شوية. طيب. طب بصي يا أستاذة منة، طب مثلا احنا درسنا في علم النفس على حد ما اتذكر يعني ان الشخص النرجسي او من صفات الشخص النرجسي ان هو بيبقى بيحب يعظم نفسه، بيحب يخلي نفسه المحور الاساسي اللي الناس كلها بتتكلم والناس عليه، والناس كمان تحبه. بيحب يسمع مدح واعجاب من الناس اللي حواليه. لو دخل في علاقة او اي حاجة ممكن الشخص اللي معاه ده يمحي شخصيته ويبان ان هو شخص براق وشخص لامع ويمحي كيانه. انا مثلا كانسان ممكن ان انا عايشه في مجتمع طبيعي، فممكن اصادف ان انا اتعامل مع شخص نرجسي، فانا اعرف ازاي انواع الاشخاص النرجسيين دول؟ النرجسيين زي ما قلت من شويه بيعملوا خطط علشان يوقعوا الضحيه. هم بيبقى عندهم كده شويه ويبونز، اسلحه بيتميزوا بيها، زي المظهر، زي طريقه الكلام، زي يعني هم بيبقوا مخططين لحاجه زي كده، مخططين انه يوقع الضحيه بطريقه معينه، تكنيكس كده معين بيمشي بيه. اولا هو شخص كذاب جدا. وعنده حته الاسقاط. يعني ايه اسقاط؟ يعني هو كذاب في كل شيء في حياته. لما بيدخل الكذب ضعف. ما هو شخص ضعيف. ما هو النارسست اصلا اشخاص ضعفاء جدا، هم بيلجأوا لاستخدام اسلحه تانية علشان يبتدي يقوي نفسه، حاسس نفسه ان هو زي ما كانت بتقول علا من شويه انه شخص، ما هو بيحب دايما يبقى تحت الاضواء كده، يبقى محطوط فيه وماشي طوس، ويعمل اي حاجه علشان يثبت للناس ان هو مهم وان هو شخص مهم جدا. هو شخص الحقيقه بارع في التمثيل، كذاب، بيدخل على الضحيه بتاعته بالتمثيل والقصص، وممكن يختلق اي حاجه ما لهاش اي علاقه باي حاجه، ويدخل على كل حاجه هي بتحبها ويبتدي يسحب منها الكلام لحد ما يخليها تقع في 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 حبه. او تبتدي تتعلق بيه. يبتدي بقى كل ما هي تقرب كل ما هو يسحب نفسه. فالعلاقات يا جماعه النرجسيه ازاي تخلي بالك، كل ما بتكتشفها بدري كل ما بتبقاش انت استك قوي، كل ما تبقى استك يعني بتربط قوي نفسك بالشخص ده بيبقى صعب جدا الطلوع، بحجه انك خلاص بتحبه. هو ما بيحبكش، هو بيديلك، هو بيمثل عليك، هو بيمثل عليك وبيعرف نقط ضعفك ويبتدي يسحب نفسه من العلاقه. النارسست بيتقسموا لطبقات كتيره جدا، منهم السايكوبات والساسيوباث. والأشخاص السايكوبات في المرأة وفي الرجل. الرجل السايكوبات هو شخص أناني جدا، مغرور جدا. بصي ما نقدرش نعمم يا نجلة، لأنه يعني مش كل المجتمع كده ومش كل المجتمع، هو فئات موجودة. لكن أقدر أقولك أن النسبة الأكبر في النارسست هم النرجسيين. يعني النرجسيين فئة يعني ليست بالقليل في المجتمع. وأنا تاني بقولك رجالة وستات، لكن النسبة الأكبر أو الستاتكس بتقول إن الرجالة أكتر من الستات. زي ما كنت طبعا يعني ممكن تكاد تكون النسبة 80% رجالة 20% ستات، لأن الست طبيعتها ربنا خلقها حمولة جدا، تستحمل جدا. خدي بالك هي بتقضي وقت كبير من عمرها قاعدة بتستحمل وبتضيع في وقت، بحجة ما كل الناس بتستحمل، ما كل الناس بتعدي مشاكل، استحملي ما كل الناس عايشة، استحملي عايشي بقى. عايزة ايه انت؟ عايزة ايه؟ فالست ربنا خلقها كيان
عنده قدرة تحمل أكبر من الراجل بكتير، فبتفضل يا حرام تقضي وقت كبير جدا من عمرها عمالة بتتحمل أشخاص سامة جدا توكسيك. النرجسين دول بيدخلونا في توكسيك ريليشن شيب، صدقوني يا جماعة دول لايك كريمينالز، مجرمين، لأن المجرم مش هو اللي بيأذي وبيجري، إنه بيسحب منك الطاقة الإيجابية، بيأذي شخص، بيأذيك في مشاعرك، بيأذي ومش مش بيفضل شخص واحد، لا ده بيأذي واحد واثنين وثلاثة. ما هو دي حياته هو يا جماعة. الشخص النرجسي بيعمل كده لسبب مهم جدا. ليه النرجسيين بيوقعونا فيكتيمز، ضحايا؟ لأن هم عندهم مشاكل في الجهاز العصبي، المخ عندهم ما بيفرز مادة معينة، يعني المادة دي يحصل عليها منين؟ يجيبها منين؟ معذور يعني بيعمل ايه بقى بالظبط؟ لا هو مش معذور، هو في اعتقاده ان هو بالظبط كده معصوم من الخطأ، بالظبط كده. هو قصة انه يتعالج او ما يتعالجش، لو هو عنده النية انه يا جماعة يتعالج، وبينه وبين نفسه كده الانتويشن الداخلي بيقول له روح اتعالج وصلح من نفسك، بيجو هده بيكمل. لكن لو هو مش حابب يتعالج او يطور من نفسه، والله لو قعدتي تعملي ايه علشان يتغير، ما بيتغيرش. هو بيقول لك شعار كده بين قوسين يا جماعة، النرجسي بيقول لك انا ما بتغيرش. اول ما ست او راجل تقول لك انا ما بتغيرش، انا كده، لا ما تحاولش. اعرف ان انت بتتعامل مع شخص نارسست او سايكوبات او سيسيوباث. نرجع تاني للشخص السايكوبات، هو شخص اناني جدا، نفسه ثم نفسه. هو شخص عنده حته انه لو ظهر مع شريكه في اي مجتمع هو عايز يلغيه، هو عايز اللمبه ضربه في وشه هو بس. هو اللي باين، هو الطاووس، احنا بنسميه كده فعلا الناس. طب هم بيستفادوا ايه من اللي هم بيعملوه ده؟ ما هو عنده يعني احساس انه إيه؟ كنا لسه برضو بنقول من شويه انه ضعيف، هو شخص ضعيف ما عندوش اي حاجه يحصل عليها. طبعا ما عندوش اي احساس بالندم ان هو يلغي شخصيه اللي جنب اللي معايا مثلا، او ان هو يكبته او يلغي شخصيته، ما فيش احساس بالندم اصلا. احساس الندم والزعل والحزن والكلام ده كله عند السايكوباتيين والسيسيوباث والنرجسيين ضعيف. لوجد مقفول يا جماعه. طيب من حبيبتي انت شفتي كل الحاجات دي ومريتي اكيد بصحة او بقرايب، كلنا او كلنا نجل قابلناهم. طب انت عملتي كتاب حياه ليه؟ عملت كتاب حياه علشان اقول للناس، احط لهم كده الارم، اقول لهم خلي بالك، هقول لك علامات معينه لو قابلتها في حياتك اطلع من العلاقه دي بسرعه، بليز ما تستناش ولا تضيع وقت. لو انت في حياتك امراه او انت في حياتك رجل بهذه الصفات اطلعي بسرعه، لانك بتضيعي وقت. كده كده هو هيطلعك من العلاقه دي خسرانه نفسك، ثقتك بنفسك، اللي حواليكي كلهم، بتخسري كل الناس على فكره. انت طول ما انت في علاقه النارسست انت بتخسري اهلك واصحابك ونفسك، وبتطلعي معجزه وشكلك كبير ومريضه ومكتئبه، بتطلعي متدمره من كل الجهات. فارجوكم يا جماعه لو قابلت حد سايكوبات اناني يقول لك لا نفسي ثم نفسي، دور على نفسه، ما بيحاولش يبذل اي مجهود، ابعد عنه خالص. انت بتحاول في الاول فتره التعارف الاولى، احنا بنقول اول شهر بيبان فيها حاجات معينه النارسست. طب في حاجه عايز اقول لك عليها، في مثل كده بيقول او حاجه بتقول خد صاحبك على عيبه او هو كده تعامل معاه. صح، ايه رايك؟ خد صاحبك على عيبه ده نجلة، لما تبقى عيوب انت تقدري تتعاملي معاها، قادره تحملها. انت بتتكلمي عن اشخاص مريضه نفسيا، هو شخص محقود بيحقد على نجاحك، بيكسرك، بيرجعك ورا، بيخسرك اهلك بحجه انه هو ايه بعيد عن اهلك، واهلك دول بيتصرفوا غلط وبلاش منهم وما تسمعيش كلامهم. هو بيعمل لك لاف بومينج. يعني ايه لاف بومينج يا جماعه؟ بيعمل لك بالونه عشان في الاخر لما هو عايز يخنقك في في في, في كوره كده لوحدك بتاعته كدا. هو عشان لما تيجي عليكي ويكسرك ما تلاقيش حد، انت هتروحي لمين؟ ما انت اوريدي خسرتي اهلك وخسرتي كل الدنيا علشان تمشي وراه تفولو. وفي الاخر في الاخر بتلاقي نفسك اتدمرتي تماما ورحتي في حته تانية، حياتك اتدمرت، شخصيتك اتهزت، ما بتطلعيش. هاتي ورقه وقلم، او هات ورقه وقلم واكتب وانت مع ست نرجسيه او انت مع شخص نرجسي انجزتي ايه في حياتك، هتلاقي الاجابه زيرو. انت ما بتعملش حاجه غير انك بتحرق دمك وبتضيع وقتك وبس. اكتئاب، حد برده يدخل في اكتئاب طبعا وهكذا. وخدي بالك ان النرجسيه، معلش انا نجله، في نقطه مهمه جدا كمان الست. يعني الست النرجسيه دي ده شيء خطير جدا، لان النرجسيه دي ست متحكمه جدا، عانت من اب او ام قاسيين جدا، بتنسى انها في الاخر فيميل، بتبتدي تتحكم في كل الاشخاص اللي حواليها، سواء في الشغل، سواء في العيله، في الحياه، هي كل اللي هي بتعمله ان هي بتتحكم وتمشي وتعمل خطط بقى. طيب معلش هقطع كلامي، كتاب حياه اللي انت مألفاه، طب انا لما هقراه ايه اللي انا هطلع بيه؟
هتطلعي بيه بسمات وصفات خاصه بالمرضى النفسيين اللي تخليكي تكر قوي وانتي بتقربي. فاول ما تسمعي كل الحاجات اللي انا بقول عليها دي وتلاقي شخص بيعمل معاكي كده انت هتكملي ليه؟ سواء صاحب صديق زوج شخص بترتبطي بيه هترجعي لورا. انت ما انت يعني في عقل بيقول لك ان الشخص النرجس ده شخص بيسحب منك الطاقه الايجابيه. هو وظيفته في حياتك مستسلمه ليه؟ مستسلمه انت قاعده من غير قضيه ومن غير قضيه بالظبط كده. امتى بقى بيبتدي فوق؟ لما يحس ان المصدر اللي هو بيعتمد عليه ما هو اصله عنده مصادر طاقة أساسية بيعتمد على إنه ياخد منها الطاقة. لما يلاقي المصدر ده بدأ يسحب نفسه منه ويبعد عنه ويشوف نفسه بقى ويبتدي يسحب نفسه من الحياة دي خالص بيعمل إيه؟ بيبتدي يراجع نفسه أو يقول طب أنا ليه ما اتغيرش؟ طب أنا ليه ما شافش؟ أي حد يا جماعة في علاقة مع نرجسي دايما بنسميها في علم النفس كده walking on eggshells. يعني إيه walking on eggshells؟ يعني تحس إن هو ماشي على قشر بيض، خايف يضحك فيزعله، خايف يعمل أي رد فعل فيزعله، خايف يقول كلمة فيقلب عليه طول الوقت. انت خايف، انت عايش في علاقة كلها خوف كلها مخاوف، فانت ما بتنجز حاجة، انت بتدمر نفسك بس. فأتمنى ان الناس تخلي بالها قوي، التعامل مع النرجسيين شيء قاتل بالنسبة للراجل وبالنسبة للمرأة. طب زي ما انت قلتي يا منى ان احنا المفروض ان احنا ما نتعاملش مع اي شخص نرجسي او ما نرتبطش باي شخص نرجسي. طيب انا مثلا كبنت لو ارتبطت بشخص نرجسي او اتعاملت مع شخص نرجسي انا ليه اقع في الفخ ده؟ يعني ليه ان انا اتكلم مع النرجسي؟ ليه ان انا اتكلم مع الشخص النرجسي او اتعامل معاه واسيبه ان هو يسيطر على حياتي ويسيطر على اعتقاداتي والحاجات دي؟ لان انا بعيش طول عمري كشخص ما عنديش ثقه بنفسي، ما بحبش نفسي كفايه، بظلم نفسي جدا، بفضل شايفة نفسي دايما قليلة جدا وبرضى بشوية الحب الصغيرين اللي هو بيديهم لي، فببقى ساتسفايد جدا والدنيا طايرة بيا وسعيدة قوي، ده حد قال لي بحبك، ده حد وده بيقابلوه بقى الست اللي ممكن بصي في الأول يمثلوا عليها اللي هو بتقع. هي بتقع، ما هي فيكتم، هي ضحية، هي ما بتبقاش عارفة وبتقع ضحية للأسف الشديد ليه والأفكار وهو بياخدها أصله. يا جماعة النرجسي ده شخص ذكي جدا، بيعرف ازاي يخليكي تعيشي، عارفه احساس اللي هو بيسموه كده بيوصلك لاحساس الهاي، انك تحسي انك عايشه في دريم، في حلم، انت مش موجوده اصلا على الارض. وبعد كده الصفات اللي بدا يقولك عليها انت حلوه، انت جميله، انت عظيمه، انت ست حلوه قوي، انت مش عارف ايه، هي نفس الصفات اللي بيبتدي ينتقدك فيها بعد ما بتقعي في حبه. شخص متناقض جدا، التعامل معاه صعب جدا جدا جدا. طيب تكلميني حبه، تعرفيني وتعرفها الساده المشاهدين ايه اكتر تاني عن كتاب حياه اللي انت عاملاه؟ انا بناقش في كتاب حياه ايشوز كتيره قوي، من ضمنها العلاقات العاطفيه بشكل عام، زي علاقه توأم الشعله او اللي بنسميها توين فليم. علاقه توأم الشعله هي علاقه بتنشا بين راجل وامراه بينهم اختلافات في كل شيء، زي مثلا السن، وفي الاغلب الست بتكون اكبر لانها بتكون انضج، اختلافات في الديانه، كل واحد من دين مختلف، في المذاهب، في العقائد، انها متجوزه وهو لا، او هو متجوز وهي لا، المهم لازم يكون في بينهم عائق، بيتقابلوا الاثنين بيعدوا بمراحل معينه لحد ما يعرفوا بعض، حصل بينهم انجذاب عالي جدا جدا، وبيحصل بعد الانجذاب العالي ده فتره ان الراجل بيتخض اللي هو كميه الحب دي، لانه بيبقى طالع من علاقات اصلا كلها فاشله، والست بتبقى طالعه من علاقات كلها فاشله، فبيحصل بينهم الانجذاب الرهيب ده. عشان هما الاثنين بقى الدنيا بايظه معاهم بالظبط كده، فبيصدقوا لقوا بعض. بالظبط كده، ابتدوا يحبوا بعض ويبتدوا يفوقوا بقى للواقع، بيبتدوا يقابلوا مشاكلهم، ما هو هي متجوزه هو لا، طب هو متجوز هي لا، طب في فرق في الدين، طب هي اكبر بكتير، بيبتدي بقى ايه اختلافات في الثقافات والعادات بالمناسبه، يعني ممكن ما كانش اي ده. وايه تاني؟ علاقه الكارما، علاقه التوين فليم المزيف، توأم الشعله المزيف، بتكلم فيها عن فكره الحب من طرف واحد، ليه احنا بنحب كل ده جوه الكتاب؟ كل ده جوه الكتاب. ايه تاني؟ ليه احنا بنحب من طرف واحد؟ ليه بنقع في الموضوع ده؟ فكره ان افتقاد الاب او الام او الاثنين مع بعض. يعني اصل ربنا ما خلقناش يا جماعه عشان يعذبنا خالص، يعني ربنا لما بياخد الاب او الام عنده ده مش عذاب، ده ربنا بيديك مسج يقول لك قرب مني زياده لان الباقي هو الله. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي انا ضايفاها. مواصفات او ما يميز الرجل الصحي السليم ان انا اختاره كشريك حياه، نفس الكلام للست، ازاي اختار ست شريكه حياه سليمه، بتكلم فيه عن طبيعه الابراج الناريه والابراج الترابيه والمائيه والهوائيه. بس انت برضو في الفلك كمان وعندك خبره. بالظبط. طب تحبي وقت حلقتنا طبعا خلص، تحبي توجهي رساله ايه
ان هم يقروا كتاب حياه للمشاهدين؟ احب اقول لهم ان شاء الله انا هنزل بكتاب حياه في معرض الكتاب، اتمنى ان الناس تنزل وتقرا كتاب وتقرا محتواه، لانه محتواه مهم جدا. كلنا قابلنا النرجسيين في حياتنا، وده بيديك زي توعيه، بيقول لك تيك كير، لان هم خطر كبير جدا علينا. انا بشكرك جدا يا منى، وللاسف طبعا وقت حلقتنا خلص، بس اتمنى طبعا اشوفك تاني. اكيد يا نجلة باذن الله. اكيد يا علا، انا اتبسطت معاكي جدا النهارده. احنا اتبسطنا برضو. مشاهدينا الكرام، حلقتنا خلصت، استنونا في حلقه جديده ان شاء الله.